هذا بدأ تسجيل المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الأولى في دورة إدارة وتصنيف المجلات. هاي المحاضرة الأولى موجودة، يعني إذا الصوت مو واضح أو الصورة مو واضحة، هي موجودة فيديو وباوربوينت. هسه عندنا مشاركين بعضهم الصوت واضح بعضهم الصوت مو واضح، فمعناته المشكلة من يم المشارك، يقدر يشد هيدفون أو يجوز النت ضعيف. فهي موجودة باوربوينت، نزلناها على التليجرام ونزلناها فيديو. إذا قطعت الصورة أثناء المحاضرة ما عندك مشكلة، أنت عندك الباوربوينت تقدر تفتح الباوربوينت وتتابع معنا المحاضرة. محاضرتنا اليوم هي مصطلحات مهمة تكمل محاضرات المستوى الأول. بالنسبة للدور اللي قبلكم شرحنا لهم على البرنامج الشهادات، مميزات البرنامج، أغلبكم سجلوا به وصار عندهم شهادة مع المستوى الأول، يمكن ما يحتاج نعيد المعلومات مع البرنامج الشهادات. كيفية الحصول على البرنامج، يتوفر برنامج بإصدارات مختلفة ممكن استفاد منه جامعات، المجلات، المؤتمرات. هذا هو عنوان المراسلة لأي مجلة تشترك في البرنامج، هذا إيميل المراسلة. أي مجلة تشترك في البرنامج ممكن يراسل هذا العنوان. المحاضرة أكرر موجودة باوربوينت، موجودة فيديو، فإذا الصوت يقطع يمك ماكو مشكلة، افتح الباوربوينت وتابع ويانا، وممكن ترجع للتسجيل الفيديو أيضا، نزلناه على التليجرام. أكو مشاركين يقول الصوت واضح، مشاركين يقول الصوت غير واضح، فمعناته يعني المشكلة من يم المشترك. هاي إعلان حقا أوثر رايت حق الباحث العالمي، موجود تلقونه على هذا الرابط، حق الباحث العالمي. في نصوص كثيرة من جانب الباحث ومن جانب المقيمين إذا طبق، يعني إذا اعتمد عالميا فهو ممتاز جدا، يعني ما راح يتأخر نشر البحوث، المقيمين راح يحصلون على أجور تقييم وهكذا. ممكن تطلعون على إعلان حق الباحث العالمي. OJS هو نظام يعني بالفترة الأخيرة صارت له أهمية، لأن وزارة التعليم يعني سوت إعمام على الكليات أنه لازم تستخدمون نظام OJS اللي هو نظام إدارة المجلات. هذا النظام هو مجاني إلى حد معين، يعني من يصير تحديث من نسخة إلى نسخة أحدث، أحياناً يحتاج تدفع فلوس حتى تحدث، لكن ممكن تنزل آخر نسخة وتستخدمها. ميزات OJS اللي هو Open Journal System، نظام إدارة مجلات مستخدم كثير مجلات العالمية، وكثير من هاي المجلات في سكوبس، مسجلة في سكوبس، هو قديم يعني انشئ يعني قبل 2009، يمكن جزء 2003 2004 انشئ هذا النظام بإصدارات، وصل للإصدار 3 بوينت. في إمكانيات كبيرة للمستخدم والمحرر والمقيم، إمكانياته كبيرة يعني، هو بإمكانيات كبيرة، يعني الباحث يدخل يشوف البحث مالته وين وصل، راح للمقيمين، رجع من المقيمين، عليه ملاحظات، عليه حقوق نشر، عليه استلال، كل هالإمكانيات موجودة. لكن مشكلته نظامه قديم، صعوبة الاستخدام، مشاكل في التحديث والتعديل، طبعا صعوبة استخدام على المجلة وصعوبة استخدام أيضا على الباحثين أيضا. لذلك يعني أكو أنظمة أحدث منه لكن تكون غير مجانية. هسه نتكلم عن الأنظمة الأخرى الموجودة. هاي صورة من أحدث إصدار من OJS، هاي صورة المحرر شلون يدير المجلة. بي أيضا صورة البرنامج للخطوات سير البحث، يعني البحث لما يجي للمجلة من يستلمه أول شيء المحرر، سكشن إديتر يعني عضو هيئة التحرير، يرجع من الباحث لل مقيمين، من المقيمين للباحث، كل هالخطوات موصوف بهذا الشارت.
وهذا الشارت موجود عندكم ببرنامج الباوربوينت. هذا النسخة القديمة من النسخة القديمة، خلها تظهر لحد الآن، ما ظهرت أمامكم الصورة، ستظهر الآن، ظهرت. هذا النسخة القديمة من OJS، وهاي النسخة الحديثة اللي قبلها شرحناها. بجمالية، نعم، هنا OJS إذا تريد جمالية لازم تدفع فلوس، يعني الثيم مالته مو مجاني. هذا الصورة اللي قدامكم بدون ثيم، يعني فقط كتابة وألوان، وألوان يعني ما بيها ظلال وما بيها أي شيء. أتمنى تكتبون بين فترة وأخرى، يعني الصوت واضح، الصورة واضحة على اسمه، حتى نعرف أعرف عن وين وصلت في المحاضرة. إذن ست معالي تقول الصوت واضح وصورة واضحة، جيد، إذن نستمر. إذا أردت جمالية بالOJS مثل هاي الصورة، أحد المجلات Journal of، هاي المجلة بها جمالية، وبهذا هذا ثيم بفلوس، يعني ومو غالي، يعني أعتقد $50 تندفع مرة واحدة. لكن هو مشكلة الOJS، مشكلة الاستخدام مالته مزعج، يعني لازم تفهم الباحثين شلون يقدم البحث شلون. الأنظمة الأحدث من أحدث نظام حاليا، أحدث نظام هو ديجيتال كومونز. ديجيتال كومونز، ديجيتال كومونز هو سوته Elsevier. طبعا Elsevier أدها أنظمة أخرى لكنها صارت قديمة، فنزلت نظام جديد هو ديجيتال كومونز. الديجيتال كومونز، احنا عندنا محاضرة لممثل Elsevier، ممثل Elsevier بالشرق الأوسط وتركيا وإيران، هو راح يتحدث عن الديجيتال كومونز، مشروع الديجيتال كومونز. لحد الآن ما تحددت موعد محاضرته، لكن انطانا وعد انه يوم الأحد ينطينا موعد المحاضرة بالضبط، ونعلمكم موعد محاضرة ممثل سكوبس عن الديجيتال كومونز. اتحاد الجامعات العربية، كلكم يمكن سمعتوا بديجيتال كومونز aaru.edu.jo، يعني هذا المشروع انطلق بالأردن، تبنت اتحاد الجامعات العربية، أخذت اشتراك ديجيتال كومون، أرخص اشتراك بالديجيتال كومون $7,000 بالسنة، وأكو $14,000 وأكو $22,000، إذا $7,000 بالسنة، $14,000 بالسنة، $22,000 بالسنة. اتحاد الجامعات العربية أخذت إصدار خاص من الديجيتال كومون وسوته $5,000 للمجلات العربية، مجلات العربية. مشكلة الديجيتال كومون اشتراكه غالي، يعني هذا أرخص فيرجن، خدمات قليلة، وكل سنة، يعني إذا سنة ما دفعت تروح عليك الموقع، المجلة راح يروح، تبقى الإصدارات مع المجلة على الديجيتال كومون وهي منشورة على Elsevier، لكن بعد ما تقدر تستقبل بحوث وتقيم بحوث عن طريق هذا السيستم. اتمنى تكون واضحة الفكرة عن ديجيتال كومون، حتى لما تجي محاضرة الممثل سكوبس تكون واضحة عندكم. اتمنى تكتبون ان الديجيتال كومونز هو احدث نظام ادارة المجلات. اذا اكو شيء اكتبوه على حتى اشوفها واحاول اجاوب عليه. عندنا مشتركة تقول واضحة، واضحة الفكرة عن ديجيتال كومون. أيضا ديجيتال كومون، دائما يجي سؤال في امتحانات المستوى الثاني، ديجيتال كومون هو مو فقط إدارة مجلات، هو إدارة وتصنيف وداتابيس وببليشينج، نشر البحوث على Elsevier، فهو نظام متكامل، يعني كلاسيفيكيشن، تصنيف، مانجمنت للمجلات، داتابيس. الداتابيس مالته متوافقه مع سكوبس، مستقبل لو المجله قدمت على سكوبس راح تكون الداتابيس مالتها متوافقه على سكوبس، مباشره البحوث اللي نشرتها المجله على الديجيتال كومون مباشره تحول على السكوبس، اما اذا ما كانت مسجله بالديجيتال كومون راح تلقى طريقه اخرى لتحويل بحوثها على سكوبس. طبعا كثير مجلات تستخدم أنظمة مختلفة وهي مسجلة بسكوبس، منها تستخدم OJS، منها تستخدم نظام بسيط، نظام معقد. من الأنظمة الأخرى نظام قديما كانت تستخدم Elsevier Editorial Board، هسه حولت على نظام EVIS،
EVIS. إذا بعضكم مقيم بحوث في مجلات Elsevier أو مقدم بحث على مجلات Elsevier راح يلاحظ هذا النظام EVIS. هذا نظام IVS يعتمد على سيستم ويندوز في إدارة مو إدارة المجلات، إدارة المواقع الإلكترونية EVIS. النظام ASP في تصميم وإدارة المواقع، طبعا نظام لأنه يعتمد على الويندوز والويندوز سهل اختراقه، يفضل أنظمة اللينكس. الديجيتال كومون مصمم على أنظمة اللينكس، هما اثنين هم من Elsevier، ديجيتال كومون والإي في آي إس. النظام الحديث اللي هو يعتمد على البي إتش بي على لينكس وحديث جدا سكولر وان، نظام سكولر وان. سكولر وان أيضا إحنا عندنا محاضرات عن سكولر وان لأنه نظام حديث في إدارة المجلات، فقسم من دورتنا هي إدارة وتصنيف المجلة، فقسم عن إدارة المجلات، فراح تكون عندنا محاضرات عن سكولر وان. سكولر وان، سكولر وان هو نظام حديث أنشأته كلاريفيت لمناسبة Elsevier، لمناسبة Elsevier حتى تنافس Elsevier في إدارة وتصنيف المجلات. اشتراك أيضا غالي شوية، أرخص من ديجيتال كومون لأن بحوثك ما راح تنزل على Elsevier، راح تنزل على البوبليشنج مال كلاريفيت. اشتراكي يبدي ب $1,500، هذا قبل فترة يجوز هسه صعد السعر. سكولر وان استخدامه أسهل بكثير من ديجيتال كومون، ويشبه إلى حد كبير، يشبه إلى حد كبير إديتوريال بورد، النظام اللي اعتمدته سابقا Elsevier، لكن وفق لينكس مو وفق ASP. نعم الصورة واقفة على الديجيتال كومون، احنا نتحدث عن النظام الآخر بعد ديجيتال كومون سكولر وان و AVIS، ما انتقلنا من الصورة. إذا كملنا الحديث عن أنظمة إدارة المجلات بشكل عام، نعيدها على السريع. احنا بالمستوى الثاني اللي انتهت قبل شهر تقريبا، عندنا مشتركين كانوا يسجلون ملاحظات بورقة، برغم ان المحاضرة يعني مسجلة فيديو، لكن هم كانوا يسجلون بورقة يشوفوها انه احسن للحفظ. اذا نعيدها على السريع، نظام ادارة المجلات اقدم نظام هو OJS. OJS بعد اجا editorial board من Elsevier، بعدين Elsevier سوت نظام EVIS. EVIS بعدين Elsevier سوت نظام Digital Common. Digital Common كلاريفيت سوت نظام سكولر وان، هو أحدث نظام وتقريبا حاليا هو أفضل نظام لإدارة المجلات. أكو أنظمة أخرى؟ نعم أكو أنظمة أخرى كثيرة. أكو نظام تدفع مرة واحدة، يعني مو كل سنة، اشتراك سنوي $40 يتركب على الورد بريس، وأكو نظام تدفع $100 مرة واحدة، يعني مو كل سنة، اشتراك سنوي، ما يتنصب على الورد بريس، يتنصب بشكل مستقل. لكن كله يعني أكو مثل يقول يسترخص اللحم سخون بالمرقة، هذا مثلا هذا أبو $100 يتنصب بشكل مستقل، لكن لو مستقبلا نحتاج التحديث صار عليه خرق حتى يحثون هذا النظام حتى ما يصير عليه خروقات، شلون تحديثات تصير على الموبايل، كل ما يصير خرق على نظام الأندرويد ينزلون تحديث يسدون هاي الثغرات، فيش حالة ما راح تلقى تحديث على هذا النظام، انت مشتري $100 لازم تدفع مرة ثانية حتى تحصل تحديث، مع ذلك يظل هو هذا النظام رخيص. اللي يدور على أنظمة رخيصة لإدارة المجلات، اكو موقع اسمه كون، اعتقد اسمه كون، هسه اذا لقيته نزل الرابط مالته، كود، هذا ذكرت كود كون موقع بمختلف انواع البرامج من ضمنها برامج اداره المسجلات. جانا سؤال هنا، شنو الفرق بين السكولر والديجيتال كومن؟ الديجيتال كومن انشات Elsevier، فرق عن سكولر وان، سكولر وان انشات كلاريفيت. الديجيتال كومون اغلى من سكولر وان، لان ديجيتال كومون مرتبط مع سكوباس.
برأيي أنه سكولر وان أفضل بكثير من ديجيتال وان بالاستخدام وبالواجهات وبالسهولة. ما أعرف يعني ما متعمق كثيرا بالديجيتال كومن، شوية اشتغلت عليه شفت سكولر وان أسهل منه بكثير. سؤال آخر، نظام OJS بدون ثمن بلاش، لكن ما هي مشكلته؟ مشكلة OJS نظام قديم جدا، أصبح تحديثه مزعج أحيانا، بالتحديث تضيع عليك أعداد، وهذا إذا حدثت. أكو مجلات مسجلة بالـ OJS من 2009 ولحد الآن ما حدثت السيستم مالتها، لأن من تحدث عليها تضيع عليك التحديثات وهذا. فتلقى هسه تشوف تلقى مجلات بسكوبس معتمدة على OJS أقدم نسخة، نسخة 2009 وهكذا. استخدامه مزعج صراحة، أنا استخدمته كثيرا وحاولت وياه تقريبا كباحثين يتكاسلون من تعلم طريقتك، حتى كرئيس تحرير مزعج إدارة البحوث بي يعني، وصح بإمكانيات كبيرة جدا، لكن حتى يتمكن منه رئيس التحرير جدا مزعج استخدامه بصراحة. يعني أحيانا البحث ما تلقاه بسهولة، يعني تدور على بحث يعني إمكانيات البحث بي. من جانب آخر ما نظلم OJS كثيرا، من جانب آخر مثلا OJS يسوي لك citation، يشوف لك شقد اكو citation على البحث. بميزة أخرى مزعجة، الكومنت ممكن يخترق من قبل الهكر، فتلقى كومنت غير مرغوب فيها، يعني واحد ينزل كومنت عن بحث ما له علاقة بالبحث. هاي ملاحظات يعني OJS يعني استخدمته بتعمق، يعني استخدمته كرئيس تحرير، كعضو هيئة التحرير، استخدمته كباحث، استخدامه بصراحة مزعج والتحديثات مالته مزعجة أيضا. سؤال هنا، المجلات العراقية تعتمد على أي نظام؟ طبعا المجلات العراقية ما تعتمد أي نظام صراحة، لكن لما ضغطت عليها الوزارة اعتمدت OJS، لقوا مشاكل OJS، قسم منهم عافوه قسم ما عافوه. المجلات الوحيدة اللي تعتمد على نظام إدارة مجلات رصين هي، خلنا نبدي بالتسلسل، مجلة الطب البيطري بالموصل، اللي هي أول مجلة دخلت في سكوبس، مجلة عراقية دخلت في سكوبس ومقرها بالعراق، لأن مجلتين عراقيات دخلوا في سكوبس لكن مقرهم مو بالعراق. مجلة الطب البيطري، احنا عندنا محاضرة لرئيس تحرير مجلة الطب البيطري يتكلم عن سكوبس كيف التسجيل في سكوبس. النظام المعتمدته مجلة الطب البيطري اسمه إي جورنال، مؤسسة سويدية أنشأت هذا السيستم اسمه إي جورنال. طبعا أي مجلة عراقية تريد الإي جورنال ممكن تحصل عليه، وحتى هم منشئين موقع مؤقت لكل المجلات العراقية بالاعتماد على موقع الوزارة، المجلات الأكاديمية ممكن تحصل على اشتراك، طبعا $2,500 بالسنة، كل سنة تجدد، أيضا غالي يعني دينافس سكولر وان. أي هذا النظام اعتمدت مجلة الطب البيطري. أكو مجلتين خارج العراق مقرهم، واحدة مجلات البحوث المعاصرة بلندن وأنشأوها عراقيين، ومجلة أعتقد مقرها بالعراق أو خارج العراق، مجلة البورد الطب بالضبط اسمها البورد العراقي للطب. نجي على المجلة الأخرى اللي دخلت حديثا سكوبس، مجلة كربلاء للعلوم. مجلة كربلاء للعلوم استخدمت نظام سانس دايركت البداية EVIS أو إيديتوريال بورد. اشتراكه كان غالي جدا، يعني $50,000 خمس دفاتر. كانت مجلة العلوم كربلاء تدفع فلوس، يعني كانت تضغط على المحافظة مال كربلاء وتحصل دعم، وضغطت على العتبة العباسية أعتقد وحصلت دعم، واستمرت تقريبا 3 سنوات هي تنشر على Elsevier Science Direct $50,000 بالسنة. بعد ذلك توقف عنها الدعم، رجعت على Digital Common، حاليا تدفع الاشتراك المتوسط $14,000 بالسنة، يعني مو الاشتراك الرخيص ولا الاشتراك الغالي. هذه نبذة عن المجلات العراقية، شنو أنظمة اللي تستخدمها بإدارة المجلات.
سؤال، هل سيتم تنزيل المحاضرة فيديو؟ هي أصلا المحاضرة نازلة فيديويا قبل لا تبدي، لكن أيضا جاي نسجل هاي المحاضرة إذا صار مجال ننزلها على جروب التليجرام. أكو عندنا مشترك يقول ما أقدر أدخل، يمكن دكتور فياض. دكتور فياض حاول الآن. نرجع إلى محاضرتنا. مصطلحات مهمة. Impact Factor. Impact Factor من خلال الدايجرام جدا واضح أنه عندي السنة الأولى 40 citation، السنة الثانية 60 citation، السنة الثالثة ما أحسب بها citation، أجمع الcitation مع السنوات اللي قبلها، السنتين اللي قبلها 40 زائد 60 100، أقسمه على عدد البحوث. عدد البحوث هنا هم كاتبة 100، فصار عندنا 100 على 100 واحد، هذا هو الإمباكت فاكتر. سؤال هنا، مجلة علوم البنات جامعة بغداد، والله بصراحة ما أعرف شنو النظام المستخدميه. مجلة الزراعة جامعة بغداد تستخدم OJS، لكن ما تعتمد عليه بالتقييم، تعتمد على عفوا دكتور، بس الامباكت فاكتور تقصد السنة الأولى 40 بحث مو 40 بحث؟ اي نعم، والسنة الثانية 40 60 بحث، السنة الثالثة ما أحسب عدد البحوث، أحسب السايتيشن اللي صار على هاي البحوث الأربعين والستين. ضب سائل يسأل زين، إذا صار سايتيشن بالسنة الثالثة على بحوث بالسنة الثالثة هذا هم يصير؟ هذا هنا بالإمباكت فاكتور المجلة ما تستفاد منه، لكن تستفاد منه SNIP، راح نشرح لاحقا SNIP، أو ما يسمى بالسايت سكور تراكر. سايت سكور تراكر ممكن تستفاد منه، هو هاي احد مساوئ الامباكت فاكتور، انه السايتيشن اللي يصير في نفس السنه اللي تحسب بها السايتيشن المجله ما راح تستفاد منه. اذا واضح الامباكت فاكتور؟ واضح الامباكت فاكتور. اذا اكو سنه احسب بها السايتيشن بس لسنوات اثنين قبلها، فيصير عدد السايتيشن على عدد البحوث. طبعا الامباكت فاكتور تعتمد كلاريفيت، قبلها كانت تسمى ثومسون راوتر. اصل الامباكت فاكتور قديم، مكتشفه كارفيلد قديم جدا، 1960 يعني 70 سنه، قبل 70 سنه 80 سنه. هو وضع اسس الامباكت فاكتور واسس تصنيف المجلات ايضا تعتمد عليه. دكتور هنا سؤال يقول عن الأربعين والستين. أربعين يعني عدد البحوث الكلي في السنة الأولى، والمية عدد السايتيشن الكلي اللي صار على البحوث الأربعين والستين. كلاريفيت أو اللي هي ثومس الراوتر أنشأت مقياس آخر، حتى مثل ما تعرفون الكمال لله ماكو مقياس متكامل، لازم يصير عليه تحديث حتى يتجاوزون المساوئ والعيوب الموجودة بهذا المعيار أو المقياس. زين، فإجت قبل كلاريفيت إجت السايت سكور اللي أنشأت سكوباس. السايت سكور هنا تأخذ 4 سنوات، 3 سنوات نحسب بها البحوث وسنة نحسب بها السايتيشن. مثل ما تلاحظون بالشكل 2015 نحسب بها السايتيشن، يعني البحوث المنشورة ب 2015 ومسوية سايتيشن على بحوث 3 سنوات اللي قبلها 12 13 14. ففرقة عن الامباكت فاكتور فقط في عدد السنوات، هناك يعتمد سنتين عدد البحوث، هنا يعتمد 3 سنوات، المجموع يعني صار 4. إذا السايت سكور 4 سنوات، 3 سنوات عدد بحوث وسنة سايتيشن، سنة أحسب بها السايتيشن. رجعت كلاريفيت سوت مقياس تسميه 5 year impact factor. 5 year impact factor نفس الامباكت فاكتور لكن 5 سنوات. 5 سنوات، 4 سنوات أحسب بها البحوث وسنة أحسب بها السايتيشن، صار عندي 5 سنوات. هذا الجدول
يوضح لك طريقة حساب الـ 5 year impact factor. اكو مشترك كاتب ماكو صوت، اذا اكو صوت اكتبوا لي الصوت واضح او معناته الخلل من يمه. زين اي 10 اندكس، خلينا نرجع. اكو احد يعرف الاي 10 اندكس؟ يوجد صوت، اذا الخلل عند المشترك. زين اكو شخص يعرف اي 10 اندكس؟ اي شارحه 10 اندكس. نعم إذن نعم دكتور، هذا عامل يحسب لي لما يكون سايتيشن عندك 10 بحوث، 10 بحوث 10 مرات على بحث واحد يصير عندك الاي واحد. اذا اي 10 اندكس عدد البحوث التي لها استشهاد اكثر او يساوي 10. يعني عندك بحوث عليها سايتيشن 10 11 بحث عليها 12 بحث عليها 13 10 او اكثر عدد البحوث. الاي اندكس هو مو سايتيشن على، لا هو عدد البحوث اللي سايتيشن مالها اكثر من 10. عندك بحوث السايتيشن مالها 5 6 ما تحسب. اذا هو عدد البحوث. من هو اللي وضع اي 10 اندكس؟ جوجل. جوجل هي اللي حطت هذا المقياس. نجي على مقاييس اخرى ايضا حطتها جوجل. اتش 5 اندكس واتش 5 ميديان. اتش 5 اندكس واتش 5 ميديان. اولا شلون اوصل الى اتش؟ عندي مجله واريد اعرف، اريد اعرف ايش قد الاتش 5 للمجله مالتي وايش قد الاتش 5 ميديان للمجله. اذهب الى جوجل سكولر ثم اذهب الى مقاييس واكتب اسم المجله، راح تلقى الاتش 5 والاتش 5 ميديان اللي اذا نقدر نسويها الان مباشره اونلاين. إذا فتحنا جوجل سكولر، جوجل سكولر ونضغط على هنا ويا ظهرت الصورة مع جوجل سكولر، نضغط على هاي الخطوط المستقيمة ونضغط على مقاييس بالإنجليزي ماتريكس، ماتريكس نضغط على مقاييس. هنا راح الطبيعة تعرفوها مجلة نيتشر. مؤشر مات 368 H5 ومتوسط 546. هاي مجلة قديمة 1860 كانت تصدر هاي المجلة. إذا تبحث عن مجلة معينة اضغط على سيرج واكتب اسم المجلة، مثلا مجلتنا مجلة تكرية العلوم الهندسية، هذه مجلة تكرية العلوم، مؤشر H53 وHmedian 7. خل نضغط على رقم 3 راح يطلع لي ليش 3 H5 للمجلة. أول شيء ليش H5؟ لأنه لآخر 5 سنوات، H5 لآخر 5 سنوات. ثانيا ليش 3 H5؟ لأنه ثلاث بحوث، ثلاث بحوث من آخر 5 سنوات ينطبق عليها الشرط. شنو الشرط؟ الشرط أنه يكون تسلسل البحث، تسلسل البحث أقل من السايتيشن. يعني مثلا البحث الأول تسلسله واحد، شقد السايتيشن؟ 13، ينطبق عليه الشرط. البحث الثاني تسلسله اثنين والسايتيشن مالته 7، إذا ينطبق عليه الشرط التسلسل أقل من السايتيشن. البحث الثالث التسلسل مالته 3 والسايتيشن 6، إذا ينطبق عليه الشرط تسلسل أقل. البحث الرابع في هذه المجلة لآخر 5 سنوات السايتيشن مالته 3، معناته التسلسل صار اعرى من السايتيشن، فما ناخذ البحث الرابع، ما ناخذ البحث الرابع. اذا عدد البحوث اللي ينطبق عليها الشرط لاخر 5 سنوات 3، اذا H5 لهذه المجله 3. زين ال H5 ميديان لهذه المجله 7. H5 ليش؟ لانه السايتيشن مال البحث الوسطي، ليش سموه ميديان؟ الوسطي هو 7. السايتيشن للبحث الذي يقع بالمنتصف، منتصف هاي البحوث 7. إذا أكو بحثين يقعون بالمنتصف، يعني كان العدد مو فردي، عدد البحوث زوجي، هيش حالة ناخذ معدل السايتيشن ويكون انتيجر ما بيه كسور. إذا طلع بيه كسور نحذف. هل واضح حساب الـ H5 الـ H5 ميديان؟
هل واضح؟ اكتبوا لي على الكتابة الواضح. وإذا أكو سؤال على H5، الـ H5 ميدين عليها درجة عالية بامتحان المستوى الثاني، شلون تحسب الـ H5 والـ H5 ميدين؟ ممكن إعادة، ممكن إعادة، نعيدها نعيدها. إذا نعيد حساب الـ H5، نأخذ آخر خمس بحوث، آخر خمس سنوات، آسف مو خمس بحوث، آخر خمس سنوات، آخر خمس سنوات. نبدأ نرتب البحوث من أعلى سايتيشن إلى أقل سايتيشن لهذه خمس سنوات. مثلا البحث الأول سايتيشن مالته 13، البحث الثاني سايتيشن مالته 7، البحث الثالث سايتيشن مالته 6، البحث الرابع سايتيشن مالته 3، نتوقف. البحث الرابع صار التسلسل مالته أقل من السايتيشن، نتوقف. نتوقف صار التسلسل مال البحث أقل من السايتيشن، أكبر من السايتيشن، نتوقف. كم بحث انطبق عليها الشرط؟ ثلاثة، هو هذا H5 Index. H5 Median هو السايتيشن اللي يقابل البحث الوسطي. عندنا ثلاث بحوث، البحث الوسطي والبحث الثاني يقابله سبعة، ناخذ سبعة. إذا عندنا بحثين بالمنتصف يعني كان عدد البحوث زوجي، ناخذ معدل السايتيشن ونحذف الكسور، يهمل الكسر، يهمل الكسر بدون تقريب. يعني مثلا طلع 41.5 ناخذ 41.6 ناخذ 41، ما نقرب للأعلى أو للأقل. سؤال هنا، أهم مقياس يمكن اعتماده بالنسبة لاختيار المجلة، مثل ما قلنا ماكو مقياس متكامل، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، وأيضا هاي من أسرار الله سبحانه وتعالى خلق الكون، ماكو شيء متكامل حتى يجي آخر يعوض عنه ويسد العيوب مالته. Impact Factor بي عيوب، طلع 5 Year Impact Factor، طلع Site Score، طلع مقياس الآي 10، كلها مطلوبة، كل هاي المقاييس مطلوبة. أكو بحوث تقارن بين هاي المقاييس، منه أفضل منه أقل. فماكو، لكن بشكل عام أكيد الفايف يير أحسن من ثري يير، يعني أحسن لأن يغطي عدد أكبر من البحوث. السايت سكور أحسن من الإمباكت فاكتر لأن يغطي أربع سنوات. أكو مقياس SNIP، SNIP يعتمد على ال SNIP يسموه normalize، يعني normalize source impact per paper، يعني للبيبر المعين قيمة البيبر. طبعا ما ممكن أنا أقيس قيمة البيبر بالذكاء الاصطناعي، كل هالمقاييس لأن ما ممكن تحسبها يدويا، تأخذ وقت طويل ومجلات كثيرة، فكلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما ممكن يحدد قيمة البحث بشكل دقيق جدا، لكن يحاولون يحطون مقياس يقيس قيمة البحث من خلال قيمة البحوث اللي تستخدمها. البحث اللي يستخدم هذا البحث كمصدر، هل هو منشور بمجلة جيدة؟ هل هو منشور من قبل باحث إلى سايتيشن عالي؟ بهالشكل ده يقيمون، يقيسون قيمة البحث، تبقى بشكل تقريبي والكمال لله. نعم دكتور، بس من وجهة نظري يعني أنا، لأنه نعم. السؤال الأخر أنا شو ناوي يعني هاي الملاحظات مسجلها وأناقشها بنهاية المحاضرة، بس نعم. الأخر ثارت سؤال حتى نكون نعم. واضحين بالإجابة. إحنا الإمباكت فاكتور معتمد على داتابيس مختلفة عن السايت سكور، يعني ذاك سكوباس هذا كلارفيت مثل ما تعرف. نعم. الكلارفيت مفلتر أكثر، يعني هاي نقطة جدا مهمة، مراقبته للمجلات، يعني إذا مجلة خالفة القوانين ممكن يكون مالتها الأكشن بالنسبة للكلارفيت أسرع من سكوباس، يعني مرات المجلة تطول سنة بسكوباس مثلا، من نقول من الخربطة والخلاط يلا بعدين عودينا خلنا نقول يطلعها سكوباس. فالثلاثة معايير انضمام المجلة بكلارفيت أعلى من سكوباس، يعني أصعب، أوكي. بالتالي أنه أنا ما أقدر أقارن بيناتهم، أنه أقول السايت سكور هو صحيح، السايت سكور ككونسبت ممكن يكون
افضل اوكي والفايف امباكت فاكتور افضل بس ما نقدر نقارنهم بسبب انه الداتابيس مالتهم مختلفه. تسمح لي دكتور اوضح اوضح ملاحظتك. ملاحظتك صحيحه دكتور جدا. احنا تكلمنا بشكل عام يعني عن المقياس نفسه، لكن هذا المقياس ممكن يستخدم من اي جهه، مو شرط كلاريفيت او سكوبس، هو نفس المقياس يستخدم. سايت سكور تعتمد على البحوث المنشوره في سكوبس يعني، والكلاريفيت تعتمد على البحوث. الكلاريفيت طبعا كلاريفيت هي اعلى من سكوبس، وهي اقدم من سكوبس ايضا، اقدم من سكوبس يعني قاعده بعث معها عريضه، المجلات المسجله بها. سكوبس بها مجلات مفترسه كثيره على عكس كلاريفيت مفترسه بها قليله جدا. التسجيل في كلاريفيت يطول يعني 3 سنوات، بينما التسجيل في سكوبس يجوز يطول 2 سنين. يعني التسجيل قديما كان بسكوبس ما يطول، هسه بالجديد قام يطول 2 سنين. بس مع ذلك يعني سكوبس بدأت تتنافس، يعني معاييرها أصبحت أصعب بمرور الأيام، مقاييسها أصعب، نزلت ديجيتال كومن ينافس السكولر وان مال كلاريفيت، يعني أكو تنافس شديد بيناتهم. وتبقى يعني كل ماكو مقياس يعني أوحد، يعني لازم يظل التنافس بين المقاييس وبين المؤسسات. الباحثة سألت سؤال هو عبارة عن سؤال تطبيقي. نعم. يعني احنا هسه كمحاضرة احنا ما هجينا، لان احنا دنتش مفاهيم بالمحاضرة. نعم. بس هي سألت كسؤال تطبيقي. السؤال التطبيقي هنا يجب ان نحاز الكلاريفيت، هذا وجهة نظر يعني. نعم. شكرا. نعم. جزيلا. أهلا وسهلا. رابط الحضور أحد المشتركين يريده، إذا ماكو سؤال آخر ننتقل. هذا رابط الحضور. زين، إذا ماكو سؤال ننتقل للخطوة الأخرى. هذا الشرح اللي تكلمنا عنه من جوجل نصا جبته، شلون تحسب الـ H index والـ H5 median. الH core يعني ما مطلوب، اللي يحب يطلع عليه H core اسمه، اكو H5 median اكو H core. زين، ننتقل للفقرة الأخرى، كان شوية أعطيناكم معلومات كثيرة. هاي مجلة أخرى يعني أعطيك مثال عن ممكن تطلعون عليها. الـ H5 مالتها 8 يعني ثمن بحوث تطبق على الشرط، والميديان مالتها 11 يمكن صاير على شكل صفحتين. زين، بالامتحان اللي قبل يومين صار للمستوى الثاني بصراحة نسبة رسوب عالية جدا، السبب بعدم التركيز يعني عدم التركيز بالامتحان. يعني جاهم سؤال أوجد السايت سكور لمجلة معينة. السايت سكور طلع طبعا من scopus.com، هاي أكو محاضرة نشرح بيها شلون توجد السايت سكور إن شاء الله. لكن الفخ اللي وقعوا بي أنه أكو ما يسمى سايت سكور تراكر، يمكن نوضحها هسه حتى لا توقعون بالفخ هذا بالامتحان. أكو ما يسمى بالسايت سكور تراكر، إذا نروح على scopus.com شاشة قدامكم، راح نفتح scopus.com ونروح على السايت سكور والسايت سكور تراكر. ها هي scopus.com، روح إلى جورنال، فيو جورنال رانكينج. هنا فيو جورنال رانكينج اختار أي مجلة يعني تطلع بسكوبس، او تبحث عن مجله معينه حتى تطلع. شوف هنا تلقى سايت سكور 2018 اوكي، وبالاسفل تلقى سايت سكور تراكر، سايت سكور تراكر. فهذا الشيء خربطوا بيه بالامتحان، اغلبهم يعني اعطوا السايت سكور مو سايت سكور تراكر، صار عندهم اشكال. عندك ما دام فتحنا السكوبس دوت كوم احنا نشرحها بغير محاضره، خلينا نشرح مقياسين اخرين هما SNIV اللي هو اذا تضغط عليه يشرح لك اياه،
اللي هو source normalized impact peer paper measure actual citation received relative to citation expected for the serial subject field. إحدى طرق قياس قيمة البحث أنه المجلات اللي تستشهد به هي بنفس التخصص. يعني إذا مثلا أنت نشرت بحث بالهندسة واحد من الطب سوى لك citation أكيد أنت متفق وياه يسوي لك citation مو لقيمة بحثك. فهذه محاولة من الذكاء الاصطناعي أنه حطوا SNIP أنه يشوف تخصص المجلة اللي إجا منها citation يسمى peer paper. الـ SJR هنا قيمة البحث سكيماغو إذا سمعتوا به سكيما جورنال رانكينج ميجر weighted citation received by serial citation weight يعني قيمة أو وزن citation depend on subject field and prestige هم يرجع على تخصص البحث citation serial اللي تقيسه سكيماغو طبعا اللي تقيس هذا الـ SJR هي مو تابعة لسكوبس لكن أكو اتفاقيات بيناتهم بينهم بين SJR وبين سكوبس. يعني ممثل سكوبس لما سووا محاضرة المستوى اللي قبلكم سألنا عن SJR قال ما عندنا علاقة بهم يعني حتى قال أنه لا تعتمدون على الـ SJR في هل تحكم هل المجلة موجودة بسكوبس أو لا ارجع إلى scopus.com. يعني هذا خلنا ناخذ SJR موقع الـ SJR فقط اكتب SJR على جوجل راح يطلع لك الـ SJR هذا الـ SJR هنا يصنف المجلات وفق الـ SJR مو وفق الـ Site Score لذلك تلقى مجلات بعدها بالـ SJR لكن هي طلعت من سكوبس فهو هنا ما يقول لك المجلة طلعت من سكوبس هو بعدها موجودة بالـ SJR موجودة لكن الداتا بيس مالته هو يرجع على سكوبس في تقييم المجلة. طبعا SJR هو ثاني مقياس طلع بعد الامباكت فاكتور وينافس الامباكت فاكتور بقوة بعدين طلع السايت سكور. اذا ماكو سؤال محاضرة ممثل سكوبس ان شاء الله في وقتها نعطيكم الباوربوينت مالته حتى لما يشرح ممثل سكوبس تكونون على علم بموضوعها. ممكن عادة SNIP يعتمد على تخصص البحث هل هي ضمن نفس التخصص او لا يشبه SJR. رابط الحضور احد المشتركين كاتب رابط الحضور لا يفتحه عندنا تقريبا 31 مشترك سجلوا حضور الرابط شغال ما بي شيء رابط الحضور شغال أحد المشتركين فتح مايك يا ريت يسده عنده يشوش علينا اي اوكي جيد. سؤال أحد المشتركين يقول شنو هو السايت سكور تراكر شوف لل 2019 will continue update on a monthly base until the next annual site score calculate which is scheduled for spring 2020 from more information. ذكرنا بداية المحاضرة أنه citation اللي تصير بنفس السنة ما راح تستفاد منه المجلة أوكي لكن هذا site score tracker يعالج هاي المشكلة يعني فيستمر في حساب site score هنا كاتب لك إلى ربيع 2020 يظل يحسب site score. أيضا إذا تريد معلومات أذكر اضغط هنا view the site score file help ويشرح لك كيفية حساب site score والsite score tracker. إذا ماكو سؤال أكو سؤال هنا يقول شلون نعرف أنه المجلة المفترسة أكو خطوات أخذناها بالمستوى الأول شلون تعرف المجلة مفترسة؟ أولاً تروح على موقع بيل جيفري تشيك دار النشر
إذا دار النشر وهمية معناته كل المجلات اللي بيها وهمية. بعد ذلك تشيك هل هي مخطوفة أو لا، لأن يجوز المجلة الأصلية ما بيها مشكلة لكن أكو موقع مزيف. بعد ذلك تشيك هل المجلة موجودة بالمجلات المفترسة. أيضا المعايير مال المجلات المفترسة واضحة جدا بصراحة، يعني مرات إحنا نسد آذاننا عن هاي المعايير. مثلا المجلة تنشر بسرعة، تطلب مبلغ عالي، ما تسوي تعديلات على البحث، مو قوية، هاي كلها معايير بسيطة بسهولة تقدر يراسلك من إيميل جيميل، يعني يسوون دعاية للمجلة مالتهم، تعال انشر يمنا احنا نقيم بسرعة وننشر بسرعة. ما معقولة يعني بحث يروح وينشر خلال اسبوع او خلال يومين وتعال ادفع $800، اكيد هاي يعني وهمية. هي هاي مقاييس، لكن احيانا تعبر مجلات وهمية تعبر على الكل، يعني مثلا هي باقي لها مثلا شهر شهرين تطلع من سكوبس، تعرف نفسها راح تطلع من سكوبس، فتبدي تنشر البحوث شلون ما كان يعني، وهي فعلا سكوبس وما موجودة بالمجلات الوهمية. فهاي تعبر علينا أفضل طريقة، أفضل طريقة لكي تتأكد من المجلة هي سكوبس أو لا، روح على scopus.com، اكتب اسمك هاي author search وشوف البحث اللي نشرته بالمجلة نزلوه على سكوبس بالبروفايل مالتك. هاي author search، اكتب اسمك، أول شيء اكتب اللقب بعدين الاسم بعدين سوي search، راح تلقى بروفايل مالتك على موقع scopus.com. إذا المجلة مضبوطة راح تنزل بحوثك كلها على سكوبس، على موقع سكوبس. أما إذا المجلة هذا الباحث ما أعرف من أندونيسيا ما أعرف وين، ما شاء الله 175 بحث 3189 سيتيشن، هاي بحوثة الموجودة على سكوبس. طبعا المجاني، هذا موقع سكوبس المجاني فقط آخر 10 بحوث، إذا تريد بحوث أكثر بعد معناته لازم تشترك بالموقع غير المجاني مع سكوبس. إذا فطريقة روح إلى المجلة، شوف آخر عدد نزل من المجلة، شوفه نزل على scopus.com لو لا. إذا ما نزل معناته يا إما المجلة تأخذ وقت حتى تنزل، يا إما المجلة هي وهمية ما تنشر بحثك على سكوبس، تنشره فقط على موقع المجلة، تنشره فقط على موقع. أكو مجلات، هاي المجلات المفترسة تنطيق قبول نشر وتأخر نشر بحثك في سكوبس أشهر طويلة إلى أن يصير عليه سايتيشن وتتأكد بحثك جيد، يلا تحطه على scopus.com حتى لا يأثر على تقييمها في سكوبس. هاي مجلات مفترسة. المجلات المضبوطة أول ما ينقبل بحثك للنشر وينشر على موقع المجلة ينزل على سكوبس مباشرة، مباشرة أول ما ينزل على موقع المجلة المفروض ينزل على سكوبس بحثك. احدى الاسباب اللي تخلي سكوبس تخرج المجلات هو هذا، احد الاسباب انه المجله تتاخر في نشر البحوث على سكوبس. شلون اشيك المجله بسكوبس؟ اروح على سورس، يعني scopus.com، اضغط سورس واكتب اسم المجله، هنا راح يجد لك اياها. اذا تريد قائمه بالمجلات انزل للاسفل، اكو ملف اكسل بكل المجلات الموجودة بسكوبس. هذا داونلود سكوبس سورس ليست، داونلود سكوبس، هذا بمعلومات أكثر، يعني حتى ينطيك الهوم بيج مال المجلة، لأنه مجلات لها موقع، يعني موقع وهمي وموقع أصلي، فالموقع الأصلي تحصله منه من سكوبس سورس ليست. من الملاحظات على SJR، هاي SJR مرات تنطي الموقع المزيف للمجلة مو الموقع الأصلي. أما scopus.com هذا الملف اللي ينزل على شكل ملف أكسل ينطيك الموقع الأصلي للمجلة مو الموقع المزيف. كل واحد ممكن ينزل الداونلود هذا الأكسل وبيه المجلات الموجودة والمجلات اللي خرجت من سكوبس لهذا العام. أتمنى يكون واضح، هاي الجزئية مهمة. عندنا رسائل أسئلة هنا، سؤال هل النشر يعتبر مفترس أم لا؟ الناشر طبعا إذا دار النشر وهمية
فكل المجلات وهمية. إذا دار النشر وهمية كل المجلات، لذلك أول شيء تشيك دار النشر. إذا كان رب البيت بالديف دف ناقرا فما شيمة أهل البيت إلا والطرب. فأكيد إذا الناشر هو المالك للمجلة. زين، عندنا سؤال آخر. بعض المجلات السيرة الذاتية، هل هذه فقرة إجبارية؟ لا طبعا، السيرة الذاتية أغلب المجلات ما تطلب السيرة الذاتية، مجلات قليلة طبعا تطلب، بعضها تحط صورة الباحث أيضا بالبحث، بس يعني المجلات الرصينة ما تحط صورة الباحث ولا تحط السيرة مالته. ما أعرف أحد المشتركات تريد تسأل، ممكن تكتبين كتابة ست حتى نستغل الوقت. السلام عليكم دكتور. نعم ست، لو تكتبين السؤال يمكن أسرع نجاوبكم عليه، بعد ذلك تفضلي. نعم دكتور، عفوا أنا عندي مجال فيها سويت رأس مادية من الجامعة، عايز أقدم على التقييم. نعم. واحدة open access وواحدة يعني ممكن أنزل خلال شهر تكون موجودة على السيستم مع الكبر، والثانية مو open access. نعم. يا ودي تنصحني بيها، يعني بصراحة أنا كثير سويت لهم اعتمادية وحير بيها. نعم سمع السؤال، شو صراحة جاوبكم. الopen access ما له علاقة بالرصانة المجلة. الopen access مثلا هسه احنا مجلاتنا بالعراق open access، ليش؟ لان ما حد يشتري بحوثنا، اذا نسوي البحوث مالتنا بفلوس ما حد مستعد يدفع فلوس حتى ينزل بحوث مجلاتنا، لذلك احنا فاتحين البحوث مالتنا open access. الopen access قد يعني انه المجلة البحوث مالتها مو مجانية، لكن انت تدفع فلوس للمجلة حتى بحثك يصير مجاني حتى ينتشر اكثر، هذا ايضا معنى للopen access. معنى مجلات Elsevier بحوثها $30 $40 اي بحث، اذا انت بحثك تريد يصير عليه سايتيشن تدفع للسكول للالسيفير فلوس حتى يسوون بحثك مجاني، فهذا ايضا معنى اخر للopen access. لكن انه تجي مجله تقول لك انت انطيني $300 اسوي بحثك مجاني، لا، لانه الالسيفير تطلب عندك $3,500 $3,500 حتى تسوي بحثك مجاني او $3,000، فلما تجيك مجله تقول لك ادفع لي $800 $300 حتى بحثك يكون مجاني، معناته هذا موش شيء مو صحيح. يعني لازم هاي المجله اللي تاخذ $300 على البحث لازم كل بحوثها مجانيه بدون ما تطلب من الباحثين ذلك. خلينا نشوف. زين العفو دكتور، السايت سكور عندي المجله اللي مو، الله يحفظكم، لو تكتبون صوتكم مو واضح تكتبون السؤال، خلينا نشوف لو تكتبون السؤال أنا راح أجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله. سؤال يقول ليش مجلة بكلاريفيت ومفترسة؟ طبعا تلقاها باللستة مع المجلات المفترسة في قائمة بيل للمجلات المفترسة، أو أنت تحكم عليها مفترسة لأنها تنشر بسرعة، تنشر بحوث مو من نفس التخصص، يعني مو من تخصص المجلة، ما تقيم البحوث اللغة ما تسوي تدقيق لغوي، ما تسوي تدقيق استلال. شوف المجلات الرصينة أول ما تدز البحث يدققون استلال للبحث مالتك. رتبة المجلة طبعا شرحناها بالمستوى الأول، رتبة المجلة تعتمد على مقارنتها مع مجلات في نفس التخصص سمى جورنال رانكينج. سؤال ممكن دكتور أعطيك اسم مجلة تأكد موجودة في سكوبس أو لا، ممكن باقي بس جي آر. يعني أكو مجلات كثيرة يعني تشوفها طالعة من سكوبس لكن تلقاها بس جي آر بعدها ما طالعة من الاس جي آر، فالأفضل تشيك المجلة من سكوبس.com وليش تسأل من اس جي آر. مع أحد المشتركين هو غير موجود ضمن المنهاج، ما أعرف شو يقصد هو غير موجود ضمن المنهاج، يعني ما أعرف. أحد المشتركين كاتب رابط الحضور لم يفتح، ما أعرف، يعني إحنا عندنا أغلب المشاركين سجلوا الحضور، عندنا حالياً
42 مشترك سجل الحضور، اللي مسجل 49، يعني باقي عندنا 7 مشتركين ما مسجلين حضور، حبذا يسجلون في الرابط. إذا البحث من قبل المجلة كانت سكوبس، بعد طلعت سكوبس، في الحالة اعتمادية تعتمد. وبصراحة المقياس الرئيسي من وجهة نظري، هل بحثك نشر على scopus.com أم لا؟ خل تطلع المجلة، بس بحثك إذا نزل على scopus.com رفع رانك الجامعة، رفع رانك الكلية مالتك. فشوف بحثك إذا نزل على scopus.com لا تهتم إذا المجلة طلعت من scopus، هذا من وجهة نظري. لكن جزء لجنة الترقيات تقول هاي المجلة طالعة من scopus، فبصراحة يعني المجلة إذا هي مضبوطة بحثك تنشر على scopus، وبعدها إذا طلعت من scopus أنت بعد ما عندك مشكلة. ما أعرف شنو مشكلة الرابط، يعني رابط الحضور إذا أكو مشكلة، يعني لأنه أكو مشتركين سجلوا مشترك، راح ننزل الرابط مرة ثانية على المحادثة. هذا هو الرابط، رابط تسجيل الحضور، جربوا عليه. ماكو مشكلة، رابط تسجيل الحضور مفتوح، أتمنى الكل يسجل، اللي ما سجله خلي يسجلون، هو نفسه راح يبقى لكل المحاضرات نفس هذا الرابط. مثل ما ذكرت هنا سؤال، ما العلاقة الأوبن أكسس في رصانة المجلة؟ هذا سياسة المجلة، المجلة تريد تسوي بحوثها مجانية، المجلة تريد تسوي بحوثها بفلوس، يعني سياسة الأوبن أكسس ما تأثر على رصانة المجلة. لكن مثلا الدوج قاعدة بيانات متخصصة بالأوبن أكسس فقط، السكوبس تقبل مجلات أوبن أكسس، مجلات بفلوس، يعني ما لها علاقة في رصانة المجلة. ممكن نشر بحثين بنفس المجلة، يمكن أكو جاء كتاب من الوزارة يصير بحث نفسين في نفس المجلة إذا كانت هي سكوبس ومضبوطة، أكو جاء كتاب يعني يسمح بنشر بحثين في نفس المجلة إذا كانت هي سكوبس مضبوطة. هاي تبقى شغل الترقيات العلمية. المجلة تحتوي عدة اختصاصات، هل كلها تحمل نفس الرتبة؟ لا طبعا، لا طبعا، الاختصاص الرئيسي المجلة تقيم بشكل عام، وبعد ذلك تقيم على كل تخصص، بعدين يأخذ المعدل، معدل رتبة المجلة حسب كل تخصص. تلقى هذا التفاصيل بscopus.com، ادخل على المجلة وادخل يشوفك شلون يحسب السايت سكور، لأن scopus المشكلة أنه ما بها رانكينج، الرانكينج تلقاه بSJR، فيشرح لك شلون التخصصات تأثر على الرانكينج. هل ممكن أن تكون مجلة في scopus وكلاريفيت في نفس الوقت؟ طبعا ممكن، هي المجلة قدمت على scopus من قبلت، ورا فترة قدمت كلاريفيت من قبلت. عندنا مجلة العلوم جامعة كربلاء قبلت بكلاريفيت قبل لا تنقبل scopus، وبعدين قبلت scopus. ممكن، هو قاعد بيانات، المجلة تقدم على دوج، تقدم على scopus، تقدم على كلاريفيت بنفس الوقت، ممكن تنقبل في كل هاي المجلات. هل من شروط هنا، خلنا نشوف هذا السؤال، هل من شروط دخول المجلة scopus شراء نظام ديجيتال كومن؟ لا مو من شروطها، لكن ديجيتال كومن سهل دخول المجلة على scopus، مو من شروط الدخول إلى scopus أنه المجلة تشتري نظام ديجيتال كومن، يعني بشكل أو آخر يريدون يطلعون فلوسهم scopus، لأن scopus مجانية، فشلون يطلعون بفلوسهم بهاي البرامج الأخرى اللي تساعدك في الدخول على scopus. إذا ماكو سؤال وقت المحاضرة انتهى، إذا ماكو سؤال ننهي المحاضرة. احنا سجلنا المحاضرة فيديو، بس نوقف التسجيل ونحاول ننقل لكم اياها على المجال، شوية حجمها كبير.